باش الناس تفهم. شوفوا اريح معايا اللي اسمه هذا مخطط. شوفوا اليوم مثلا يطلقوا لكم طماط كونسنتري من بعد يخطفوها من السوق، المواد الاخرى تلقاوها، ومن بعد يخطفوا لكم مثلا اللوبيا ومن بعد تلقاوها، يكونوا نحاو الطماط ومن بعد اوفات يدخلوكم في زنقه الهبال. سكون ابل دي بينوري ماشي جلوبال، ماشي ما تلقاو والو في السوق، بصح ديما زوج حوايج اساسيين خاصين تجري وراهم انت. هادوك اللي كون ما تديهمش للدار، العجوز ما طيب، برك ما طيب، واحد ما يطيب ديما اوفات سي باش تبقى تجري. ام جابوها هنا، ام جابوها في القبه، او الكروسيست هذاك عنده، ام الجماعه مدانين لاشين، ام يمدوا البوف في السوق الفلاني سي سبوراديك. فوالا ماصاد هي اكزاكتومون سي دي بينوري سبوراديك مي تري اوركستري. شي با كان فهمتني يا فهمتك فهمتك فهمتك. دونك انا كنا عايشين في تاكيد وكازات تاغرافات على كل حال. فوالا انا مولفنا بها سورتو سي با فريمون لي سي با فريمون لي سي با فريمون لي جان. انا نهضر على كيما نقولوا حنا لي بير دو فامي اي لي مير دو فامي، يعني شريو لي تريك هادو اساسيين حطوا شويه في الدار باش كي تضرب الازمه ما تطلع لكمش السكر ولا طونسيون. شي با فهمتني فهمتك فهمتك فهمتك. لاطونسيون ديجا ولات لاطونسيون ولات تطلع للجنه ولات تطلع لهم لاطونسيون ماشي غير الكبار للجنه ولات تطلع لهم لاطونسيون ماشي غير واسمو. يا ودي نقول لك حاجه، حنا شعب تاع قصره، حنا شعب واش واش كنت نحكيك باش نفهمك باك باسكو انا حابين نديرو نتحركو باسكو تشوف لي زيسلاميش تشوف الاخرين تشوف كدا ما يتمسخروا بالشعب، ما دابين حنا نتحركو باش نديرو كاش حاجه نخرجوا بها للوسمو باش نبانو هي ثاني فيها. انا هذا واش حبيت نقول لك باسكو سي لازم يبانو خلاص. انا هذا واش نقول شوف باش نجيبها لك من الاخر. شوف 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 دوك نعطيك رايي انا تفهمني. لي زيسلاميست يلعبوا الرقبي، احنا نلعبوا الفوتبول والحديث قياس. ياه نحبوا فوتبول على كل حال. المهم احنا مالناش تاع لاميلي والخلطه وداخلين في بعضهم بالكتاب. حنا تاع الي غوش الي دروا اريير سونترال اريير دروا. ميرسي لسوا ميرسي خو. المهم بونوي والسلام عليكم وتهلا فرواح ربي يعيشك. ميرسي جنوب ميرسي. Une question, yes. Oui, monsieur le président, تفضل. Quelque monsieur Hakim Laïfa, quelque pensez-vous de la déclassification des archives par Macron? شوف monsieur Hakim Laïfa, ni Macron, ni la France, ni son gouvernement, ni De Gaulle après 62, ni quiconque n'a le droit de priver l'Algérie de l'archive de son histoire coloniale. Il n'a pas déclassifié l'archive, gars. Il a déclassifié une partie. Hna madabina déclassifie les opérations du SDEC à l'époque de l'Algérie française. Madabina déclassifie les opérations contre les opposants au régime algérien à l'étranger. Qui a facilité pour la sécurité militaire de liquider les opposants à l'étranger? Donc, M. Hakim Laïfa, à un moment donné, il faut faire la vérité sur l'histoire et toute l'histoire pour bâtir des relations gagnant-gagnant avec le monde entier. Il faut qu'on ait une histoire apaisée. Ou je m'entends une histoire apaisée, معناتها التاريخ تكتب وجبنا لي زيليمون تاعو وشفناهم وعرفنا واش صرا وقررنا هذاك الوقت انه عرفنا تاريخنا درك نروحوا للامام على اساس علاقات متجدده. هذا ما يمنعش انه جميع من اجرم في حق الارض هذه يدوا دي دوماجي الارض هذه دون مانيير او دون اوتر. الانسان اللي يدير البوليتيك ودخل الحبس على يد النظام الجزائري معناتها هو اصلا بهيم بغل داكور. باسكو كون جا قادر يدير البوليتيك صح جامي يخلي روحو تحت سلطه نظام تعسفي ما يستعرفش بالقانون ويجي يدير البوليتيك. لكن انت ما عرفتش تختار نفسك اي موقف تكون فيه باه تدافع عن الوطن وتداوك الحبس
كيفاش غدوة راح تدافع على الجزائر مع الأمريكان والروس والصين والأوروب وفريقيا وليبيا والمروك وتونس وكاع لونفيرونمون انترناسيونال سيتو. اللي دخل الحبس عندي انا جايح ونقول لك علاه ونقولها جاسوم. نهار بدا الحراك جي في ابل ا تو لي بوليتيك، قلت لهم بالك وتقعدوا في الجزائر، بالك وديروا البوليتيك في الجزائر يصرا فيكم التير. فوالا باك بوليتيك انا جاي. شوف خويا الياس ونزيد نعطيك نقطة واحدة أخرى اللي شفتها أنا. شوف قبل ما يدخلوا للحبس كانوا يدوروا بكاسيطة، كانوا يدوروا بغنية، وكي دخلوا للحبس وعاودوا خرجوا دارت الغنية. فهمت؟ بس الشعب لازم مامو يتبع الفيديوهات ويشوف واش كانوا يهضروا واش كانوا يديروا وكيف راهم دركا يتعاملوا وكيف راهم يتريتيو في الناس. لازم احنا واش حبينا نفهموا باللي هذويا هذو الناس اللي راهم يبلبلوا خاطرش يقول لك راهم يخونوا فينا. قلنا سيارا ما خونت حتى واحد، اللي حس ماتو مو يجي. قلنا يا كلياس ماشي دراكولا وكمال بوعكاز، ما تحسنوش ما تقولوش باللي الياس اغريسيف سي نورمال خويا، حط لي صوالح في بلاصتها. حنا رانا دايرين لايف، هذا صوت الشعب، حنا متدخلين، نحبوا كل واحدنا كيما يقول لك خماش في قلبنا حبينا نخرجوه. صبنا خونا منا يا شو كأن وشني يا حمباباكم راهم هما يحضروا على الدياراس ويحضروا على كذا. هاو رحماني قدامكم، ايوا هاو قدامكم، ماشي قال يا ودي راهو اون كاست تريم خبي مي باش وفيزيبل. هاو قدامنا رانا نشوفو بيه بعيني بنواضرو بكل شيء في دارو، انا عايشين معاه داخل في دارو. سبحان الله الناس قاعده راهي تشوف هم عايشين مع الياس الداخل. اسكو صح ولا لا؟ لا سيبري. سبحان الله كش ما حاجه ماشي كي يقول له كان هضرت معايا هما يحضروا يقولوا يخونوا فينا. ما خوناش السيامة، نقول لكم هاي طابخ أرواحوا حضروا معانا. ثم خيان سيتقعدوا خيان، وتحيا السياران وفيف السياران وفيف نوميديا، وإحنا أمازيغ والعرب هذو يا واللغة العربية لما يتبعوا فيها ومانيش عارف الإسلام قلنا عليه تاج فوق الرؤوس. إحنا ما نشدوش القرآن ونفقه. إحنا ياك ياك يحب يروح للبار طيسهل عليه. وش اللي كان الريسبي بين الشعب الجزائري؟ لازم نتوحدوا، لازم يكون عندنا الحب لامور اونتر لي زالجيريان. حنا عندنا الكره، حنا عندنا مشكل اونتر نو، حنا ما نتحبوش اونتر نو، حنا ما نفهموش اونتر نو. وكان يجي واحد براني يسمعوا له برافو برافو البليدي، هذه شوف يسمعوا له. خلص على الكلمه، خلص شوف خلص الهضره تاعك على الكلمه هذه ونقول لك في لامان بونسواري ونعاود كلمتك بعد. شوفوا السلام عليكم ميرسي. واش قال خونا البليدي؟ شوفوا يا جماعه هذه ثاني مهمه بزاف، هضرنا عليها من قبل نعاودوها. في وقت الازمه لازم الشعب يكون يد واحده، يتاخى كل مع بعضه، اللي عنده شويه يمد الخوه اللي ما عندوش والاخر غدوه يعطيه. حسنوا النيه بين اوساط الشعب بكل، باسكو في الوحده تاعنا في المحبه الاجتماعيه تاعنا في هاو يقول لك مثل المسلمين، اخي تقولوا مسلمين انتما، مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم مثل الجسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له باقي الاجزاء بالسهر والحمى. كونوا هكذا، يفو سينير، يفو وحده شعبيه ضد الازمه، ضد الاستعمار اللي احنا عايشينه. شوفوا جماعه هذا استعمار، صحه دونك لازم وحده وطنيه، وحده الشعب مع بعضه. كيما نوترامي سيحيا كي حكينا يقول لي وي لو باردون ناسيونال، لو باردون ناسيونال ماشي مع المجرمين هادو، لو باردون في الشعب في بعضه. اللي عنده حسيفه على خوه ينساها، اللي عنده مشكل مع خوه يتسامح معاه. رانا في ازمه، العدو باين درك هو الاستعمار، النظام هذا، الجنرالات اللي على راس ليطا ماجور ومعاهم الحكومه وتبون والاقدام البيضاء من وراهم، باسكو كي تقطعوا يدين ورجلين الحيه يبقى غير مخه يتخبط وحده ندفنوه. فوالا دونك يديها والاخر سي ليتا ماجور اوفان ليتا ماجور شنقريحه والشياب اللي مع هذوك دار الشيخوخه ونمعتو هذاك تبون والاخرين. الاخرين هذوك تفو شويشه، هذوك سي كلاب الزوبيا، هذوك هذوك من بعد يروحوا كي نسيقوا كل واحد يسيق الدار مع له سخ يطلق الماء. سكون ابل يسيق اغرونتو يطلق الماء بلا بريسيون بالكارشير، يروحوا هذو تفو وصحابو وشويشه هادو كاع يروحوا سي دلا مرت حاشاكم كي ناريان افوار ني افيك لا بوليتيك ني افيك لالجيري ني افيك سي دي كرياسيون ميديوكر خارجين من لي لابوراتوار من وقت لا اس ام ويتخرج لنا في الزبل تاع
زاد الدائره سخلاها سي لو بلان بوليتيك، خرج لنا هذا لي كلون هذا هذا لا مير درك لي باه سي السيستم دي بي بلان. فوالا عندي دو زابيل رابيد ابروندر، مي حنا نطلبوا انه الشعب يتاخى مع بعضه سي ك فريمون باسكو سا سرا اون فورس غير اجتماعيا. ما قلتلكمش ديروا الثوره اجتماعيا بيناتكم، تحبوا بيناتكم سي تادير الجار عينو على جارو سي تو، هذا واش نقدر نقول لكم.